ولمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت السيد جورج العقوري الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية، هل من متنفس أو من أمل يبدو أو يلوح في الأفق بعد الاعتداءات من دولة الاحتلال على الجنوب اللبناني؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة نحن الآن في خضم أتون من الموت والنار والدمار. في هذه اللحظات لا أفق، إلا أن الملح جدا أن ندرك أنه لا يمكن أن يتحمل لبنان ما يتحمله. هذه هي الصرخة القائمة منذ 11 شهرا حين قرر فصيل هو حزب الله فتح جبهة الجنوب خاطفا قرار الحرب والسلم من يد الدولة اللبنانية. هذه الفاتورة الكبيرة لا يستطيع الشعب اللبناني تحملها، ولا تستطيع الدولة اللبنانية أيضا مجاراتها. إن اللبنانيين سئموا أن يكونوا الساحة الوحيدة المستباحة، أن يكونوا صندوق بريد، أن يكونوا وحيدين فيما العالم العربي كله يدعم القضية الفلسطينية ويقف إلى جانبها بالموقف وبشكل معنوي. أما لبنان فعليه أن يدفع الأثمان. هذا أمر لا يمكن أن يستمر. نحن اليوم في خضم العاصفة، نحن اليوم أمام واقع خطر جدا. خلال 12 ساعة تقريبا هناك نحو 400 ضحية وألاف الجرحى. لا يمكن أن يستمر وضع هكذا. المشكلة تكمن أن على حزب الله أن يدرك خطورة المرحلة وخطورة الوضع. إن استمر بتمسكه بموقفه فهو يأخذ لبنان إلى الانتحار. لنكن واضحين، رئيس مجلس النواب حزب الله. نعم، وهنا أسأل حضرتك عن جر المنطقة بأكملها للفوضى من خلال توسعة أو تصعيد الأمور في الجنوب اللبناني. من ومتى يمكن وقف هذه الحرب ووأدها حتى تعود الأمور لاستقرار في منطقتنا العربية ككل، وفي القلب منها قطاع غزة والجنوب اللبناني؟ بما يتعلق بلبنان، لأنه اليوم أصبح كل لبنان وليس الجنوب اللبناني، كل لبنان مشتعل، كل لبنان بركة دماء. بما يتعلق بلبنان، إن المسألة مرتبطة بحزب الله، وحزب الله قراره بإيران. إيران اليوم سمعنا وزير خارجيتها يتحدث عن أو يدعو إلى البحث بوضعية إيران ووضعية تطوير قدراتها والخلاف القائم معها بشأن تطوير قدراتها التسلحية. سمعنا مرشد الأعلى للثورة الإيرانية يتحدث منذ أيام عن أنه بالإمكان التراجع تكتيا أكان سياسيا أو عسكريا. كل هذه المواقف تشير منذ اللحظة الأولى أن إيران لا تريد الانغماس بهذه الحرب ولا تريد خوض الحرب، إلا أنها في المقابل تستخدم أذرعها في المنطقة من اليمن إلى العراق إلى لبنان من أجل تحسين شروطها التفاوضية عند انتهاء اليوم الأول بعد غزة، وأن تكون حاضرة بقوة على أي طاولة ستقام من أجل بحث وضعية المنطقة. إيران لا تريد الانغماس بالحرب، حزب الله لا يريد أيضا، يدرك خطورة ذلك. إلا أن المسألة لا تكفي أن لا يريد، وهو في آن يشاغل ويفتح جبهة ويناكف بينه وبين إسرائيل. نعم. هذا الأمر إلى أين ستذهب الأمور في القادم من الأيام في المستقبل القريب إذا ما استمر التصعيد الخطير الذي نراه عبر الشاشة كما هو من الجانب الإسرائيلي ومن جانب حزب الله؟ ستذهب الأمور أن السيد نصر الله سيكون نسخة عن السنوار، وأن أجزاء كثيرة من لبنان ستكون نسخة عن غزة. المزيد من الدم، المزيد من الدمار، المزيد من المشاهد الموجعة والمؤلمة، تحطيم لبنان، رده إلى عصور حجرية، هذا ما تذهب إليه الأمور. نحن في فوهة بركان، لبنان متروك إلى مصيره بين فكي كماشة.
بين الأجندة الإيرانية التي لطالما اعتادت أن تقاتل عبر العرب وتستغل العرب من أجل تحقيق مآربها، وبين العدوان الإسرائيلي. نعم، وما بين هذين الفكين أو فكي الكماشة كما وصفت سيد جورج، ما الذي تستطيع أن تفعله الجامعة العربية والدول العربية، خاصة مع التصريحات المتوافقة من خلال الحكومة اللبنانية وأيضا التصريحات الأخيرة من الحكومة المصرية على لسان وزير خارجيتها بالتوافق مع السيد عبد الله حبيب وزير الخارجية اللبناني؟ ما الذي يمكن أن يفعله أو تفعله الدول العربية في هذه الفترة لإيقاف هذا التصعيد الخطير على الجبهة اللبنانية؟ أولا عليها أن تضغط على إيران وأن تضغط على المجتمع الدولي للجم إسرائيل. هنا تكمن المشكلة. هناك اجتماعات قائمة، هناك تواصل مع إيران قائم بين معظم الدول العربية. كلمة السر لحزب الله تأتي من إيران. إيران هي التي ترعى محور المانعة وفق أجندتها، وفق مشروعها العقائدي الذي يرتبط به حزب الله عضويا. يجب الضغط على إيران من جهة، والضغط على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل من جهة أخرى، وإلا سوف يكون لبنان صورة مستنسخة عن غزة. نعم، وأيضا خطورة التصعيد الحادث في هذه الفترة على المدنيين اللبنانيين وهم الأكثر استهدافا، يعني رأينا حتى الآن في الخبر العاجل الذي أذعناه منذ قليل ارتفاع عدد الشهداء في الجنوب اللبناني وفي بعض المناطق اللبنانية في الشرق والغرب اللبناني إلى أكثر من 356 أو 65، وارتفاع عدد المصابين حتى الآن ليتجاوز 1200 حتى اللحظة التي نتحدث فيها. خطورة هذا الأمر إذا ما استمر كلا الطرفان في عنادهما، خطورة هذا الأمر أن البنى الاستشفائية في لبنان لا تحتمل هذا الضغط الكبير، هذا الكم الكبير من الجرحى وحالات الوفيات. في الأساس لبنان يعاني منذ العام 2019 من انهيار غير مسبوق اقتصاديا، وأمنه الاجتماعي يترنح، وأمنه الصحي شبه منهار. فكيف بنا أن نخوض هكذا حرب؟ اليوم في نهار واحد بلغ هذا الرقم، وفي الأسبوع الماضي كانت مستشفيات لبنانية استوعبت 3200 إصابة. نعم، أوضاع حرجة. لذا إذن على ماذا يراهن الطرفان، كل طرف على ماذا يراهن في هذه الحرب التي ستبدو أو تبدو خاسرة للطرفين وتؤجج المنطقة وتدعو إلى الفوضى في المنطقة وإشعال الفوضى والصراع في المنطقة؟ يعني العدو الإسرائيلي يمارس لعبة عض أصابع من جهة واحدة، أي يضغط على حزب الله وعلى لبنان. فقط لننظر إلى الأرقام، ننظر إلى الصور، ننظر إلى الوقائع. ماذا حقق حزب الله بحق إسرائيل طيلة هذه الفترة؟ جبهة المشاغلة ولدعم غزة لم تجدي غزة بشيء. غزة أضحت دمارا، أكثر من 50,000 ضحية في غزة. جبهة ردع إسرائيل من قبل حزب الله كما أراد أن نسميها أيضا لم تجدي بشيء. إسرائيل جعلت لبنان هذا المساء مستنقع نار ودماء ودمار. أي مشغلة هذه وأي ردع هذا؟ نعم، إذن سيد جورج العقوري الكاتب والباحث السياسي من بيروت عبر سكايب، أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى السلامة للجميع وعودة الهدوء من خلال الجهود الدبلوماسية إن شاء الله.